أهلا بكم، أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين. أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي. عندنا موضوع مهم، وتتوالى الكوارث العالمية في 2023. احنا بنكلمكم اليوم 3 مايو 2023 او 3/5/2023 يوم الاربعاء، وكارثة جديدة تحل على العالم. واحنا عارفين ان اي كارثة في امريكا يعني بتأثر على كل الدول العربية وكمان على كل دول العالم، ودايما في مثل بنقوله اذا عطست امريكا يعني يأتي الزكام أو يمرض العالم كله بالزكام. فده واقع لازم نعرفه، محدش يقول احنا مالنا وقال أمريكا، لأن حتى الآن الدولار هو العملة العالمية الأولى، وحتى الآن الاقتصاد الأمريكي يؤثر في جميع دول العالم واقتصاديات العالم لحين أن ينتهي الهيمنة الأمريكية الاقتصادية على العالم، والحين أن تنتهي الهيمنة الدولارية أو هيمنة الدولار على اقتصاديات العالم. احنا شايفين أن في حاجات كتيرة واعدة في تبديل الدولار على أن لا يكون الدولار هو العملة العالمية الأولى، وشايفين في مجهودات من الصين وروسيا ومعظم الدول العربية لتبديل الدولار بعملات أخرى، ولكن حتى الآن، حتى هذه اللحظة، حتى شهر مايو 2023، الدولار هو العملة الأولى والمهيمنة على اقتصاديات العالم. فيلا بينا نشوف الكارثة التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أمريكا، وسيناريو مرعب، والدعوة لاجتماع طارئ في البيت الأبيض. يلا نشوف أول خبر معانا بيقول إيه. وقبل ما نبدأ دايما أفكركم بعمل الإعجاب واللايك للفيديو والاشتراك في القناة ونشر او مشاركة الفيديو مع الاخرين او عمل شير بيه. هنشوف اول خبر معانا بيقول ايه. زي ما حضراتكم شايفين، اول حاجة احنا دايما ناخد كل حاجة بالتسلسل او بتسلسل الاحداث او تسلسل الاخبار حسبما جاءت في مواعيدها. كان عندنا خبر وزيرة الخزانة الامريكية تحذر من كارثة اقتصادية تهدد امريكا، وبايدن يدعو لاجتماع عاجل في البيت الابيض، وده جه في جريدة المرصد. ونشوف الخبر في كل المواقع اولا وبعدين نتكلم. هنا برضو في بريس بي، كارثة اقتصادية تهدد امريكا، هو اربع سيناريوهات محتملة، وده برضو جه في بريس بي من ساعتين بتاريخ الاربعاء 3/5/2023 او الاربعاء 3 مايو 2023، ومن اربع ساعات فقط. برضو نشوف الخبر وايه اللي تم، ونعرف كارثة في سكاي نيوز عربية، كارثة اقتصادية تهدد امريكا واربع سيناريوهات محتملة، والكلام ده جه برضو التاريخ فوق على اليمين الاربعاء 3 مايو 2023. نقرأ اللي معانا. شيئا فشيئا تقترب الولايات المتحدة من سيناريو مرعب على الصعيد الاقتصادي، وتفاديا لذلك دعا الرئيس الامريكي جو بايدن القادة الاربعة الكبار داخل الكونجرس الى اجتماع عاجل في البيت الابيض سيعقد الاسبوع المقبل. وجاءت هذه الدعوة اثر تحذير وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بحلول يونيو المقبل، يعني قدامها شهر أو شهر ونص أو لا شهر يا جماعة، أقل من شهر،
في شهر 6 ان الولايات المتحدة تعتبر اكنها مفلسة بقى مش قادرة تسدد ديونها. وحذر مراقبون تحدثوا لموقع سكاي نيوز عربية من تفاقم أزمة الديون الأمريكية التي ستصل في يونيو المقبل إلى مستويات تاريخية يعني لم يسبق لها مثيل، تزامنا مع ارتفاع مستوى التضخم وتباطؤ النمو، الأمر الذي يدفع الكونجرس والحكومة لإقرار خطة طوارئ من أجل تفادي كارثة اقتصادية. وهنا خطاب صادم للكونجرس، وجهت إيلين خطابا صادما للكونجرس الاثنين يوم الاثنين الماضي، طالبت فيه بالاستعداد لاحتمال عجز الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها بدءا من يونيو المقبل. أقرت يلين بأن التاريخ قابل للتغيير ويمكن أن يأتي بعد أسابيع من الموعد المتوقع بالنظر إلى صعوبة التنبؤ بالتدفقات النقدية الحكومية، لكن بناء على إيصالات الضرائب في أبريل ومستويات الإنفاق الحالية توقعت أن تنقص السيولة لدى الحكومة بحلول 1 يونيو. كتبت يلين في الرسالة إلى مجلس النواب: أنا عايزكم يا جماعة تاخدوا بالكم لأن في تحليل مهم جدا هنقوله بعد قراءة هذه المقالة. وكتبت يلين في رسالة إلى مجلس النواب: بالنظر إلى التوقعات الحالية من الضروري أن يتصرف الكونجرس في أقرب وقت ممكن لزيادة أو تعليق حد الدين بطريقة توفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستستمر في سداد مدفوعاتها. وكانت يلين أعلنت في يناير الماضي أن البلاد قد بلغت الحد الأقصى لديونها 31.3 تريليون دولار، 31.4 تريليون دولار، وإنها بدأت في اتخاذ إجراءات استثنائية مثل تأجيل استثمارات المعاشات التقاعدية للحفاظ على السيولة وسياسات اقتصادية خاطئة. بحسب المحلل السياسي الأمريكي ماك شرقاوي، دفعت السياسات الاقتصادية الخاطئة خلال من جانب إدارة الرئيس جو بايدن إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الداخل. هناك انتقادات جدية توجه إلى الرئيس داخل الكونجرس منذ شهور لاتهامه بالتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم تقديم حلول سريعة لها. وجاءت الحرب الأوكرانية بعد جائحة كورونا مباشرة وأدت لرفع معدلات التضخم التي بلغت حدود كبيرة في 2020 ثم تضاعفت تزامنا مع الأزمة في أوكرانيا. من المفترض أن يناقش بايدن مع المسؤولين الكبار داخل الكونجرس حلولا سريعة للأزمة، وإلا سيكون عليه مواجهة السيناريو الأصعب بالتخلف عن سداد الديون. وطبعا احنا عارفين تخلف عن سداد الديون يعني في حكم الدولة المفلسة، في حكم الدولة المفلسة. وهنا يا جماعة لازم نعرف ان ممكن نلاقي اشياء كثيرة تحدث فجأة، لان لما يكون في طائر جريح او يكون في بلد جريح وبلد دي بلد عظمى وتبدأ سمعتها تهتز بعدم قدرتها على سداد الديون وأزمة اقتصادية قاتلة كما تواجه أمريكا، فيا إما حرب جديدة علشان تلهي الشعب الأمريكي والدول العالمية كلها في حرب جديدة، وتبدأ يحصل الانتباه إلى الحروب وإن محدش يقدر يتكلم مع الإدارة الأمريكية في وقت الحروب ولازم نساند حكومتنا علشان الحروب، أو يا إما الضغط بطريقة غاشمة على الدول العربية ودول النفط لعمل تبادلات اقتصادية وجني بعض الأموال من الدول العربية وخاصة الدول الخليجية التي يعني تستحوذ على معظم البترول والنفط، أو عمل بعض العقوبات الكبرى
على بعض الدول، وكمان في دول عربية مثل السعودية والإمارات وأمريكا شايلة هذا السيناريو في الدرج، فممكن إخراج هذا السيناريو وعمل عقوبات على الدول التي وقفت أمام أمريكا في تسعير البترول، وعمل عودة العلاقات مع إيران ومساندة روسيا. فهنا ممكن أمريكا تقوم بعمل عقوبات كبيرة وعمل ضجة كبيرة في العالم علشان الشعب الأمريكي يكون أو يلهو أو ما يبدأش يحاكم أو يحاسب الإدارة الأمريكية الحالية فيما حدث في الاقتصاد، وبالتالي تحاول أمريكا جني بعض الأموال لسداد هذه الديون. فتوقعوا من هنا حتى بداية شهر يونيو القادم هتلاقوا مفاجآت كبيرة، وممكن تكون كمان يعني إجراءات أمريكية غير مدروسة، إجراءات أمريكية غاشمة، إجراءات أمريكية تكون كارثية على بعض دول العالم، علشان أمريكا الآن تعاني الجرح، جرح كبير داخل الكيان الأمريكي أو داخل قلب أمريكا في عدم قدرتها على سداد الديون. دايما نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء، وقولوا أمين يا جماعة، وقولوا هذا الدعاء والتجوؤوا إلى الله سبحانه وتعالى. كمان ما ننساش عمل الإعجاب واللايك للفيديو، نشر الفيديو وعمل مشاركة به وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة. وياريت لو حضرتك جديد معانا وعايز يوصلك كل جديد، ياريت تشترك في القناة وتدوس على زرار الاشتراك اللي تحت الفيديو أو سبسكرايب بالإنجليزي حتى يصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. انتظروا فيديوهات مهمة جدا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام ختام على الجميع.